أسطوانة مشروخة يعاد تشغيلها على مدى 17 عاماً منذ أن حطت الديمقراطية قدمها على أرض العراق، والعراقيون يستمعون لذاك النغم الناشز الذي يحكي قصة دستور بلاد ولد من جديد ليضع يده بيد الشعب ويحقق رغباتهم في إقرار المدنية والكرامة الإنسانية دون هتك حقوق فرد أو جماعة، بينما الحقيقة تغرد في واد آخر يبعد كل البعد عن الهدف الذي تأسست الدستور لأجل بلوغه. بالعودة إلى تاريخ القصة، فإن مجلس الحكم الانتقالي في العراق الذي تأسس بعد حرب 2003 قد صوت على الدستور المؤقت، قد صوت على قانون إدارة الدولة ليمثل النواة الأولى للدستور الحالي، وهذا عقب خلافات ونقاشات حادة حول العديد من المواد أبرزها الفيدرالية والأحوال الشخصية، إذ تباينت ردود الفعل حيال الدستور بين الترحيب والرفض والتحفظ، وامتدت تلك المواقف واستمرت حتى اليوم على الرغم من وجود مادة دستورية خاصة تبيح وتقر تعديله، لكنها عاطلة عن العمل وتنتظر من يحرك مياهها الراكدة. القوى الكردية رحبت بالدستور آنذاك عند تأسيسه لأهمية مواده بالنسبة لقضاياهم، لكن إشكالية تنفيذ الكثير من المواد جعلت المكون الكردي غير راض عن مماطلة التنفيذ، وما زاد الطين بلة هي استخدام المحكمة الاتحادية مؤخرا لأحد بنود الدستور لمنع إيصال الأموال لإقليم كردستان لأسباب قد ترتبط بملف النفط وكيفية احتكار موارد حقول نفط الإقليم من قبل الكرد، بينما رفضت المحكمة الاتحادية في وقت سابق حل البرلمان لعدم صلاحيتها دستورياً في اتخاذ خطوة مماثلة، ما يضع الدستور في مأزق التناقض بين مرونة وجمود. من جانب آخر، يرى مراقبون أن هناك 50 مادة في الدستور لم تنفذ بعد، يجب أن تنظم بقانون الأمر الذي لم يتم حتى هذه اللحظة، فضلاً عن 5 مواد غير دستورية أضيفت على المسودة دون علم الشعب، حيث أصبح عدد مواد الدستور 144 مادة بعد أن كان 139 مادة قبل التصويت عليه عام 2005. تلك المواد المضافة تتعلق بالثقافة والرياضة وإدارة الآثار، ومادة تتيح تعديل الدستور لكنها تشكل خطورة التلاعب بمواده وفقاً لأمزجة السلطة الحاكمة، وهذا ناتج عن سياسة مسبقة تستهدف تحويل العراق بكل موارده البشرية والاقتصادية وموقعه الاستراتيجي إلى بلد شعبه مقسم على أسس طائفية وقومية، مما دفع باتجاه إذابة الهوية الوطنية لتنبثق هويات فرعية ومتعددة لأوطان صغيرة محاطة بحدود وطن أكبر فحسب.